أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحمد الله ونشكره أن هيأ لهذه البلاد الطاهرة حكومة أبية فتية كريمة قوية، جعلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي حرصت على الحفاظ على سلامة قاطني هذه الأرض، قاطبة من مواطنين وغير مواطنين. فبالتالي هذه من النعم الكبيرة التي نحمد الله ونشكر عليها، ونسأل الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وكافة أبناء هذا الوطن الجميل. آمين يا رب. طبعا الحديث حول هذا الأمر ذو شجون، خصوصا أنه أصبح حديث العالم بأسره، ليست فقط المملكة العربية السعودية، وبصورة مصغرة حول العادات والتقاليد مثل ما تفضلتم في المقدمة الجميلة، حول التعامل مع هذه الأمور في مراحل الزواج أو العادات والتقاليد. في هذا قد تكون هناك نواحي إيجابية جميلة جدا دخلت على هذه الأسر أو الراغبين في الزواج بصورة لطيفة جميلة جدا، جعلت انه تكتشف لدى الناس قدرات وامكانات هائله جدا في طريقه التوفير والادخار والاستغناء عن كافه الكلفه التي كانت في الماضي ترهق عاتق العريس وذويه ومحبيه وجيرانه. فبالتالي نحمد الله ونشكره على اليسر في نعم. مثل هذه الامور. تفضل ايمن. يعني الحديث عن حفلات الزواج اللي كانت تكلف كثير، وبعض الأمور اللي كان فيها تبذير أيضا، صحيح. والمشاهد اللي كان تنتقد للتكلفة الكبيرة، اليوم اللي جو يتزوجون في هذه الجائحة يقول الحمد لله من فوائد الجائحة أني حوفر على نفسي. طيب دام أنه في رضا من هذا التوفير، ليش ما كان موجود زمان يعني أستاذ محمد؟ أو هذه دلالة أنه والله كنا فعلا هذه التفاصيل لا نعيشها إحنا، إنما نضعها من أجل الآخرين أو التباهي من أجل الآخرين؟ يعني واقع هذا الإدراك كيف تشوفه في دواخل الناس، وكيف ممكن يستثمر مستقبلا؟ السؤال جميل جدا، ولكن الإجابة على هذا السؤال قد تبحر بنا إلى عالم خلينا نقول المثالية، والتوقع أننا نعيش في المدينة الفاضلة التي لا تسمو عن أو لا تخلو عن التميز عن الآخرين. فبالتالي العادات التقاليد المتعارف عليها في كل منطقة، أحيانا يعني تكون في نفس المدينة الواحدة عادات بعض الناس تختلف عن الآخرين، سواء كانوا في القبيلة هذه الفلانية أو في العائلة الفلانية. فبالتالي لا يمكن أن نتخلى عن هذه العادة، أو فبالتالي نصبح أحيانا بصورة شاذين عن الآخرين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس أحيانا تؤثر على نفسها أنه هي تضحي بأمور كثيرة جدا من باب اليسر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقلهن مؤونة أكثرهن بركة. فبالتالي إحنا كنا نتمنى أنه هذا الشيء يكون فيه تيسير على الشباب في الزواج، تيسير على الفتيات كذلك بتيسير أمور الزواج. قد تكون هذه الجائحة كشفت لنا أمور جميلة جدا في مجتمعاتنا الراقية والواعية. إحنا مجتمعنا يعد من 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 أوائل المجتمعات على مستوى العالم في الوعي، والدليل كذلك الآن المحافظة على السلامة، اتباع التعليمات، طاعة المسؤولين في التوجيهات. فبالتالي إحنا في مصاف الدول المتقدمة كذلك في اكتشاف قدراتنا في أمام المحك. خلينا نتكلم بصورة مصغرة حول مسألة الزواجات. حاليا أجريت كثير من حالات الزواج في هذه الجائحة بصورة مصغرة جدا جدا جدا، لم يكن هناك أي ضرر على الزوجين أو على ذوي الزواج. خلينا كمان نوضح الأمر بصورة موسعة، أنه انتهت الجائحة بحول الله تعالى، خلينا نقول ممكن يوم من الأيام حيقولوا انتهت، ترجع العادات، ترجع الزواجات، التجمعات. لا يمكن كذلك أنه احنا نستغني عنها، ولا يمكن أنه احنا نستغني عن أحبائنا في مشاركتنا الفرح، ولكن للاستفادة من هذه المواقف نحاول قدر المستطاع أنه استثمار قدراتنا الفكرية اقتصاديا في عدم إثقال كاهل الأسر في أثناء الإعداد للزواجات. شكرا لك.